مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عرضنا الأخير لأهم وآخر ما استجد من الأنباء. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمس رسالة شفوية من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ونقل الرسالة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث خلال لقائه بسموه أمس في وزارة الخارجية. حضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا ومدير عام إدارة فلسطين بوزارة الخارجية سعود الزايدي. قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، وجرى خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية. ورافق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه. أشاد مجلس الوزراء بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين.